الأمومة وطن وقصة انتماء وأنشودة حب وولاء، فالأم التي حملت الكرماء وأنجبت أبطالاً بعثوا بتضحياتهم في العروق الحياة، ها هي مستمرة بعطائها لتحتضن من بذلوا الدماء. يعني أول شيء جانا خبر شهيد، وبعدين الحمد لله بفضل رب العالمين اتصل فينا قال لا نحن أنا الحمد لله جريح، بس نحن إيش وضعه ما بنعرف، ولعند عرفنا وضعه أنه معه شلل سفلي صعب، الموقف كتير صعب. الله لا يويه لأم، أنا فخورة بابني لأني قدم دمه فداء هالبلد فداء هالوطن، لكن إذا ابني ما دافع والشباب كلها ما دافعت مين بده يدافع عن سوريا؟ والله يحمي جميع الشباب اللي عجبهات بجهنبي ورجع كل غايب لأهله بخير وسلام. سوريا كلها هي الأم الكبيرة اللي عطيت وعبطعتي ولسه عبطعتي، وإن شاء الله توقف على إجريها وإن شاء الله من حسن للأحسن إن شاء الله. صوبت بأحد المهمات وإصابتي كانت شلل سفلي، الحمد لله تخطينا هاي المرحلة بوقوف والدتي جنبي ووالدي دعموني كتير وساندوني لحتى تخطيت مرحلة اليأس، تخطيت مرحلة شو اسمه إني أفكر بإني صرت مثلا مقعد. أنا ضل أنا وأمي سهرانين بالصالة الرياضية للساعة 2-3 بالليل عم نتدرب واقفة معي لحد ما وصلت تقريبا صرت أمشي على رجلي، أنا ومعي شلل وأمشي على رجلي. وهي الإصابة كلها أول شيء فداء الأم الكبيرة، هي أمنا سورية، الروح بترخص لها، ضحينا بأجسادنا، وكان نحش اسمه الأرواح لو طلبت الأرواح كنا قدمنا لها إياها. معايدة من القلب للأم الحنون، القلب الحنون يلي حضنني طولها 7 سنين، بصغري تعبت وسهرت علي، وبعد إصابتي كمان نفس المرحلة كمان كطفل صغير تعبت وسهرت علي كتير الليالي لحتى وصلت لهي المرحلة. وعدها أنه ترفع راسها فيني، رفعت راسها فيني كأم جريح، وراح أخليها ترفع راسها فيني أكتر وأكتر بعد الإصابة إن شاء الله. الله يخلي لي إياها ويديمها فوق راسي، تاج على راسي هي ووالدي. سوريا أم الكل، سوريا ما في بعدها، سوريا هي الأم وهي الحنان وهي العطاء وهي محبة. أنا قدمت ابني للوطن وروحه في ذا الوطن. يعني هلا صحيح لحنا مو واقفين على رجلينا، بس يعني وقفتهم معنا لحنا منحس حالنا واقفين على رجلينا. والدتي يعني هي اللي دعمتني وهي اللي شجعتني وسهرت علي الليالي لحتى رجعت، يعني حببتني بالحياة من جديد. الله يقويها، كثير عم تتعب معي وتتحملني بغلاصتي بعصبيتي بروائي بزعلي بحزني، بتتحملني بكل شيء. بوعدها إن شاء الله لح أرجع وقف على الرجلين من جديد، وإن شاء الله بديها تفرح فيني. كنا وما زلنا ومكملين مسيرتنا لأمنا سوريا، ضحينا بجسدنا ونسا مستعدين نضحي بأرواحنا. أمومة جسدت روح الحياة، تختصر حكاية صبر وألم لتحيا الأم الأغلى سوريا بكبرياء.